مساء الخير. بنيامين نتنياهو وحسني مبارك ومحمود عباس يزورون واشنطن خلال أسبوع. قبلهم زارها العاهل الأردني عبد الله الثاني، بينما الرئيس أوباما ينوي زيارة القاهرة. حركة زيارات نشطة في الوقت الذي تتبلور فيه ملامح رؤية أمريكية لحل أزمات المنطقة، عبر عنها خطاب نائب الرئيس جو بايدن أمام الأيباك ومستشار الأمن القومي جيم جونز عبر محطة ABC، مفادها إن حل الدولتين هو الهدف. فهل بات ممكنا أن يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائه الرئيس أوباما بأولوية حل الملف النووي الإيراني؟ وهل تكون زيارة نتنياهو لواشنطن نقطة تحول في مسيرة السلام؟ هذه المحاور نناقشها في الجهات الأربع مع ضيوفنا ميلتون فيوست، كاتب وأستاذ جامعي أمريكي خبير في شؤون الشرق الأوسط، سكوت كاربنتر، كبير باحثين ومدير مشروع فكرة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الدكتور ليث كوبا، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصندوق الوطني للديمقراطية في واشنطن أيضا، والدكتور إدموند غريب، أستاذ في الجامعة الأمريكية في واشنطن. أهلا بكم ومساء الخير. ميلتون، نبدأ معك، أهلا بك في الجهات الأربع. مستشار الأمن القومي جيم جونز عبر محطة ABC قال مؤخرا إن حل الدولتين هو الهدف كما ذكرت في المقدمة، وقال أيضا حيث أضاف: إذا أرادت إسرائيل عزل إيران وحماية نفسها فإن الطريق إلى ذلك يكون بإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. كيف يمكن لهذا الكلام أن يمهد لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو هل يمهد لهذه الزيارة برأيك؟ الموضوع القضية مضى عليها عقود طويلة في الدبلوماسية الأمريكية، وإلى أي مدى يمكن للرئيس أن يكون غليظا في تعامله. الرئيس كلينتون قام بإجراءات تجميلية مع الحكومة الإسرائيلية لم تنجح في أي شيء. جورج بوش أعطى إسرائيل كل ما تريدها، والأمور ساءت كثيرا في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية والعلاقات الأمريكية مع العالم العربي. من الواضح أن أوباما يفهم ذلك. إحدى الأمور التي تجري في الولايات المتحدة هو أننا جميعا نتفق أن هذا رجل يفهم ما يحدث، لديه فهم واسع وعريض. نحن لازلنا لا نعلم إلى أي مدى سيكون قاسيا. نائب رئيس بايدن تحدث أمام الأيباك وهو اللوبي الإسرائيلي وقال لهم أن هذه حكومة جديدة وأننا في الولايات المتحدة لن نستسلم لإرادتهم كما فعلت إدارة بوش، ولكن لازلنا لا نعلم ما يعني ذلك من مدى قساوة الرئيس. لدينا وزيرة خارجية لم تفعل أي شيء، هناك بعض المبعوثين الذين سافروا عدة مرات. لا أعلم إذا كنا نستخدم أو ننتظر الانتخابات الإيرانية أم ننتظر نتنياهو. ميلتون، هذه اللهجة في الكلام، يعني إضافة إلى كلام مستشار الأمن القومي، كلام نائب الرئيس، هل هو مسبوق مثل هذه اللهجة بمخاطبة الإسرائيليين؟ هل شهدت العلاقات لهجة مماثلة في السابق؟ لا أظن ذلك، ولكن هذا لا يهم كثيرا لأننا لم نصل إلى مرحلة السياسات والأفعال. اللهجة ربما تعطي إشارة على السياسات المستقبلية، ولكن لم نصل بعد إلى ذلك. أعتقد أن هناك إحساس بالأمل في واشنطن بين من يقلق على أننا ربما نحصل على إدارة بوش جديدة، أو أننا ربما نتجه في اتجاه جديدة، وأنا أعتقد أننا نتجه في اتجاه جديد ولكن لم نصل بعد إلى ذلك. ليث، برأيك بالتحديد، يعني الخطاب الذي تحدث عنه ميلتون، خطاب بايدن أمام الأيباك، برأيك حط وضع خطوط للرؤية الأمريكية لحل أزمة المنطقة؟ لا، أنا أعتقد يعني تحدث فيه عن وقف المستوطنات، تحدث فيه عن تنمية اقتصادية، تحدث فيه عن رفع الحواجز، وقال إن هذا الخطاب قد لا يعجبكم. يعني كان كلامه هيك ملفت، ما حط خطوط عريضة للسياسة الولايات المتحدة. يعني بدون شك هناك
لنقل ليس فقط تبديل بسيط في الأولويات، ولكن هناك رؤية جديدة يحملها أوباما، وهناك بدون شك طاقم جديد تشكل ومسار جديد في موضوع مجموعة مواضيع في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين. لكن هذا كل شيء، الحديث عن رؤية جديدة ومسار جديد شيء، والحديث عن خطوات فعلية سيتم التوصل إليها هو شيء آخر. لأن الخطوات الفعلية ليست محكومة فقط بالرغبة الأمريكية، الخطوات الفعلية محكومة بمواقع بقية اللاعبين على الأرض. والكلام صحيح أن أنا أعتقد هناك جو جديد ورؤية جديدة ومسار جديد أمريكي، لكن بقية اللاعبين بالتحديد إسرائيل مثلا أنا أعتقد تتخندق أكثر في موقفها، لأنها تعرف هي مقبلة على جو ضاغط وعلى مبادرات جديدة. يمكن الفارق الوحيد الأشير إلى في تاريخ أمريكا في فترة بوش الأب، في فترة حكم بيكر حينما وضع شرط على موضوع المستوطنات، أدى هذا الضغط فعلا إلى إيقاف عملية المستوطنات حينما علق موضوع المساعدات الأمريكية وتم تعليقها فعلا. أعتقد هذه الفترة الوحيدة بتاريخ علاقة أمريكا مع إسرائيل ضغط حصل وأدى إلى نتيجة محددة. سكوت، هل يمكن أن يتكرر ما حصل مع الوزير بيكر بشأن المستوطنات، بمعنى أن تضع الولايات المتحدة شرطا على إسرائيل بوقف الدعم إذا إسرائيل لم توقف بناء المستوطنات أو توسيع المستوطنات حتى؟ Well, I think one of the interesting things that you've seen already التي رأيتموها بالفعل هي استعداد أمريكا باستخدام التهديد فيما يتعلق بهجوم ضد إيران، أنه لابد أن تستشير الولايات المتحدة قبل أي هجوم ضد إيران، أن تقول ذلك بشكل مسؤول الإدارة يقولون هذا الأمر بشكل مرتاح. هم يقولون ذلك لأنهم يعلمون أن الولايات المتحدة تعتمد على المساعدة الإسرائيلية، أو أن الإسرائيل تعتمد على المساعدة الأمريكية. هل سيكون الأمر هذا مفيدا أم لا، أو يؤدي نتائج أم لا، هذا موضوع آخر. ولكن يبدو من الواضح بالنسبة لي أنهم يشيرون إلى أنهم يريدون أن يكونوا أكثر قساوة مع إسرائيل، أكثر تشددا مع إسرائيل. سبب أن نتنياهو قال أنه لن يقبل حل الدولتين حتى الآن هو أنه يريد أن يتنازل عن ذلك عندما يأتي إلى واشنطن، حتى يبدو وكأنه تنازل. ولكن يبدو لي أن السؤال هو هل هذا سيكون منتج أم لا. بالنسبة للإسرائيليين، إيران تأتي في المقام الأول وليس التفاوض مع الفلسطينيين أولا. كيف يمكن للولايات المتحدة أن تقنع إسرائيل بأن لديها استراتيجية ومعالم يمكن أن تشير أن عملية الانخراط مع إيران تفيد؟ مقولتهم هو أنه إذا لم نحقق تقدم في هذا المسار لن يهم سواء كان لدينا رافضين مثل حماس أو حزب الله يدعمهم حماس أو يدعمهم إيران، يمكن أن تقود أي محاولة للتعاون بين فتح وحماس. نظرا إذا كانت فتح تستخدم سلام فياض وعباس كرهائن، كيف يمكن الوصول إلى اتفاقية يمكن أن يوافق عليها الجميع بينما إيران تحصل على القنبلة النووية؟ عندما يأتي نتنياهو سيحاول أن يتحدث عن عكس المسار، أن إيران أولاً ثم المسار الفلسطيني ثانياً. أعتقد أن الإدارة ستقول فلسطين أولاً وعملية السلام أولاً، وهذا سيعطينا وقت ومساحة للتفاوض مع إيران. أعتقد أن هاتين رؤيتين مختلفتين، ليست فقط رؤية نتنياهو ولكن الرؤية الإسرائيلية أيضا. سكوت، كما ذكرت قضية إسرائيل تقول الملف الإيراني أولا، ألا يعني بصورة غير مباشرة إلى حد ما أنها تدخل إسرائيل بعملية التفاوض بشأن حل النزاع العربي، تدخل إيران بملف النزاع العربي الإسرائيلي، يعني تضيف إيران كعنصر جديد
للتفاوض. يعني لما نقول إسرائيل أولا إيران أولا نعني ماذا؟ الحرب غير واردة عند الأمريكيين، ألا تعني إشراك إيران بحل أزمة المنطقة أم لا برأيك؟ No, I don't think it does. لا أظن أن ذلك يعني هذا. من منظورهم ما يريدونه هو طمأنة من الولايات المتحدة بأن لديها خطة، بأنها لديها مهلة زمنية وتعرف ما الذي تفعله فيما يتعلق بالتفاوض حول الانفتاح على إيران. ولهذا السبب السيد ميلتون كان صحيحا وصائبا في قوله أن التوقيت يتعلق بالانتخابات الإيرانية و وله علاقة بهذه الزيارات، كل هذه وحديث الرئيس أوباما في القاهرة أو في أي مكان آخر في مصر، كل هذه الأمور تهدف إلى صياغة وتشكيل مناخ ما قبل الانتخابات في لبنان وفي إيران، بحيث تضع ضغوطا دبلوماسية على إيران. هذه هي الاستراتيجية، هذه هي ما يريدون تحقيقه من خلال ذلك. ولكن هل سينجحوا في ذلك أم لا؟ أعتقد كما ذكر ليث، نحن نلعب الشطرنج مع أنفسنا الآن. الأمر لا يتعلق بما نفعله، ولكن ما يحدث على الأرض وكيف يتفاعل الناس مع هذا الأمر. والآن لدينا هذا الهيكل الذي لا أحد يعرف معالمه. جورج ميتشل لم يعطي أي مقابلات صحفية منذ البدء، ولا نعرف ما هي طبيعة هذه الغواصة عندما تطفو إلى السطح. كمحللين من الصعب جدا علينا، لأننا لدينا قدر قليل من فهم ما هي الأهداف الاستراتيجية وما هو المسار. علينا أن نحلل ما قاله بايدن والجنرال جونز. وفي الأسابيع القادمة ربما سيكون لدينا مزيد من الأدلة من ناحية الاجتماعات والتصريحات عن الوجهة التي نتجه إليها وبأي سرعة نتجه إليها. ولكن الآن من الصعب جدا تحديد هذا الأمر. إدمون، استمعنا إلى الزملاء الثلاثة، أريد منك تعليق على الآراء التي عرضت. لا أعتقد أن هناك خلاف بالنسبة لهذه الآراء. أعتقد أن ما سمعناه حتى الآن هو أنه لا توجد حتى الآن خطة واضحة ومفصلة من الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام بين العرب والإسرائيليين. لا توجد مؤشرات تدل على طبيعة الأدوات التي ستستخدمها الإدارة للضغط على الأطراف المختلفة وهنا بصورة أساسية. أنت توافق على إسرائيل؟ توافق على اللهجة الجديدة التي تبديها الولايات المتحدة؟ طبعا هناك، ولكن هذا ما أردت أن أقوله. الواضح على الأقل، إذا كان هناك شيء واضح، هو أن هناك مركزية أمريكية جديدة تركز على موضوع حل الدولتين. هذا ما يقوله كل المسؤولين الأمريكيين، هذا ما قاله بايدن، هذا ما قالته كلينتون، هذا ما قالته رايس، هذا ما قاله رام إيمانويل، هذا ما قاله ديفيد أكسلراد، هذا ما قاله كل المسؤولين الأمريكيين. هناك لهجة جديدة، هناك قول للإسرائيليين كما قال إيمانويل في كلمته للممولين لممولي أيباك في مؤتمر اللابي الإسرائيلي، بأن هذه هي لحظة الحقيقة للفلسطينيين وللإسرائيليين، وأنكم إذا أردتم مساعدة أيضا بالنسبة للموضوع الإيراني فعليكم أن تحققوا تقدم بالنسبة للموضوع الفلسطيني الإسرائيلي. إذن هناك لهجة مختلفة، ولكن طبعا يبقى السؤال ما سمعناه أيضا، هو هل ستكون هذه الإدارة، هل ستقوم باتخاذ الخطوات الضرورية مثل ماذا لما تقول خطوات ضرورية، ماذا نعني بالخطوات الضرورية؟ ما الذي نتوقعه الآن؟ توقعاتي هي أننا سنسمع ربما لهجة جديدة بعد الاجتماع أو خلال الاجتماع بين نتنياهو والرئيس أوباما. قد نسمع من نتنياهو ربما تغيير في اللهجة، قد نسمع عن نوع من التعبير عن دعم لفكرة حل الدولتين، ولكن هذا الدعم قد يأتي مربوطا بعدة شروط. هذه الشروط من بينها أننا نريد أن نعلم إذا كانت هذه الدولة ستكون دولة قادرة على ضبط الإرهاب، هل ستكون الدولة معترفة بإسرائيل كدولة يهودية. الفكرة ليست بالضبط ما قلته الآن، ولكن الفكرة أنه سيضع شروط تعيق أو تعرقل عمليات ويستمر تستمر عمليات الاستيطان
تستمر المواقف الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بالنسبة للمعابر وإلى آخر. هذا يعني بأنه حتى ولو كان هناك لهجة إيجابية فقد لا نرى تطبيق، لا نرى أعمال تتماشى مع هذه اللهجة. وبالتالي فإن هذا هو السؤال، وهذا ما الذي سيفعله الرئيس أوباما عندئذ؟ الرئيس أوباما لديه القدرة طبعا، القدرة على أولا مخاطبة الشعب الأمريكي حول ما طبيعة الحل التي يريده أولا لكسب الدعم، ولديه الآن شعبية كبيرة في الولايات المتحدة، لديه رأس مال سياسي كبير، يستطيع أن يقول هذا هو الإطار للحل، وهو تقريبا معروف، وهذا ما يتحدث عنه الجميع، أرض مقابل سلام، اعتراف وتطبيع بإسرائيل، وهذا ما تطرحه جميع الأطراف. السؤال، هل لدى الرئيس أوباما الرغبة أو القدرة على السير بهذا الاتجاه؟ هذا هو السؤال الحقيقي برأيي. بعد الفاصل أعود إليك ميلتون. هل كما قال العاهل الأردني لقاء نتنياهو والرئيس أوباما سيكون نقطة تحول في مسار العملية السلمية؟ إنما بعد الاستراحة، فابقوا معنا. من جديد إلى الجهات الأربع. ميلتون، كان لديك تعليق على ديمون؟ أذكر بعض الأرقام. الكل يعلم هذه الأرقام. أوباما يعلم بأن 75% من اليهود الأمريكيين صوتوا له في الانتخابات الأخيرة، وكل الإحصاءات الرأي تشير إلى أن المجتمع اليهودي الأمريكي يحبذ حل الدولتين، فهو بالتالي لن يعارض ناخبيه إذا قرر أن يقترح حل جذري. عندما أقول جذري أعني بعكس ما فعله جورج بوش الذي لم يفعل أي شيء. النقطة الأخرى أو الأرقام الأخرى المثيرة التي ربما ينبغي النظر إليها وأخذها في الاعتبار، حصلت على بعض الأرقام من إصلاحات رأي إسرائيلية هذا الصباح. نتنياهو ضعيف جدا، لديه شعبية ما كانت لدى أولمرت عندما خرج من منصبه بمهانة كبيرة، ووزير خارجية ليبرمان لديه شعبية ربما 30% فقط. أيضا يبدو لي أنه أن استطلاعات الرأي تشير إلى توقع حل الدولتين. إذن هناك الكثير من الأمور تجري في إسرائيل، وهذا أمر ليس مفاجئ، لأنك إذا بدأت من القول بأن إسرائيل تفهم اعتمادها على الولايات المتحدة، وإسرائيل تواجه رئيس سخيف مثل الرئيس بوش الذي كان لدينا، هذا أمر يمكن أن يضغط على الأمريكيين، ولكن عندما يكون لديهم رئيس مثل باراك أوباما، وجهة النظر الإسرائيلية تتغير، وهو أمر ليس مفاجئ، وهذا تغيير مهم في رأيي. تفضل. أعتقد أن ما قاله ميلتون مهم جدا، لأن هناك فعلا تغييرات ليس فقط بالنسبة للرأي العام في إسرائيل، ولكن هناك تغييرات بالنسبة للرأي العام في أوساط اليهود الأمريكيين، وهذا ما أظهرته عدة استقصاءات رأي، بأن الغالبية الآن تؤيد فكرة حل الدولتين، وهناك الآن اعتقاد لدى الكثيرين من القيادات اليهودية الأمريكية بأن هذا الحل يخدم مصلحة إسرائيل ولا يخدم فقط مصلحة الأطراف الأخرى. السؤال إلى أي مدى اليهود الأمريكيين ممكن أن يدعموا الرئيس أوباما إذا ما تم التباين أو الاختلاف مع نتنياهو؟ هذا السؤال. هذا هو السؤال، ولكن هناك تغيير في النظرة وهذا مهم. هناك الآن أيضا منظمة لابي جديدة قد لا يكون لديها نفس وزن أيباك وهي منظمة جاي ستريت، ولكنها موجودة وتمثل أصوات مختلفة، وأعتقد أن هؤلاء بدأوا يلعبوا دورا على الأقل على الساحة الأمريكية. ولكن مثلا إذا حدثت مواجهة بالنسبة لمستقبل المستوطنات، ما الذي سيكون موقف الجالية؟ وطبعا هذا يبقى سؤال مهم جدا، لأن أيضا في نفس الوقت الذي نرى غالبية اليهود الأمريكيين يقولوا بأنهم يدعموا، وغالبية كبيرة الآن
أنهم يدعموا فكرة حل الدولتين، إلا أنه عندما يأتي الموضوع للمستوطنات، عندما يأتي الموضوع ليس للقدس أيضا، لمستقبل القدس، قد نرى اختلاف بالنسبة لهذا الموضوع، وهذا قد يسبب مشكلة. ماذا تعتقد بالنسبة لهذا الموضوع بالذات سكوت؟ موقف الجالية اليهودية الأمريكية أو اليهود الأمريكيين تحديدا من الخلاف؟ I think everyone accepts أعتقد أن الجميع يقبل فكرة حل الدولتين. لا أظن أن أحد في أمريكا يرفض حل الدولتين. سأشير إلى أن الرئيس بوش هو الذي خرج بهذه الفكرة أولا. ولكن النقطة ليس حول فكرة حل الدولتين. الكل يتفق مع ذلك فيما عدا الرافضين الذين يرفضون كل شيء. السؤال هو ما الذي سيقبله الناس فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل وما ينبغي أن تفعل ردا أو في مقابل ماذا؟ لهذا السبب ميتشل والآخرين يسافرون في الشرق الأوسط للحصول على دعم العرب، لأنه إذا قامت إسرائيل بشيء سيكونون مستعدين لفتح الحدود أو تبادل السفراء أو تبادل الزيارات بحيث يكون هناك تطبيع عادي من الجانب العربي. إذن حل الدولتين أمر معروف، الكل يقبله. السؤال هو عندما نأتي إلى الأمر على المحك، ما الذي ينبغي أن يتوقعه الإسرائيليون؟ مثلا إعطاء غزة أو إعادة غزة، مقابل هذا حصلوا على الصواريخ. وكما قال زميلي ديفيد ماكلوفسكي، إذا قرأت الكتاب ولم يعجبك لن يعجبك الفيلم عندما يتم عرضه. السؤال هو الموقف في غزة كان صعب ومؤلم ونتج عنه صواريخ. إذن إعطاء الضفة الغربية مرة أخرى وإعادتها سيكون أصعب كثيرا، لأن المستوطنين الموجودين هناك يتصلون بكل النخبة في المجتمع الإسرائيلي. إذن الأمر سيكون شديد الصعوبة، وعندما تبدأ في الضغوط، وأنا لا أقول أنه لا ينبغي وضع ضغوط، ولكن لابد أن يكون هناك سياق مقابل مجموعة من الظروف بحيث تكون منطقية، وإلا أنت لا تريد الفشل. هذا الرئيس مع كل الجهود الدبلوماسية التي يمارسها سيصل إلى نقطة القرار، بعدها لن يقبل الناس منه تشكيل المناخ، لابد أن يفعل شيء على الأرض. ملاحظة سريعة. عفوا ميلتون، تفضل. أنا أعتقد مضت يعني 100 يوم الأولى على إدارة أوباما، وتوجهها صار معروف، وإحنا الكل نقول أن هذا نحن في انتظار الفحص العملي. أنا أعتقد في موضوع الفحص العملي أنت صح تحدث عن لنقل التفكير داخل إسرائيل عن تجربتهم في تبادل ملفات السلام، ولكن كل الأطراف في المنطقة، مصر، سوريا، الأردن، وبما فيها إسرائيل، الكل يريد أن يفحصوا هذه الإدارة الجديدة، ليس فقط فيما تقوله أو عن خطتها، وإنما حين يكون هناك ضغط فعلي للتنفيذ. إلى أي درجة هذه الإدارة ستكون مستعدة لدفع ثمن؟ طبعا إدارة بوش مهما قيل عنها، لكن كانت تفعل، يعني تقر شيء وتفعله وتزعج الآخرين بما تفعله. هل هذه الإدارة ستكتفي بالكلام ومحاولة إرضاء الجميع ولف ودوران سياسة، أم ستقوم باتخاذ القرارات الصعبة؟ بنفس السياق ليث، العاهل الأردني قال عن اجتماع نتنياهو أوباما بأنه سوف يكون نقطة تحول. إنما السؤال وفق ما ذكره سكوت وما تذكره أنت الآن، كيف يمكن أن يكون نقطة تحول؟ يعني نقطة تحول لصالح الرئيس أوباما أم نقطة تحول لصالح نتنياهو وفق هذا الجو؟ مرة أخرى أعتقد أن الامتحان الحقيقي الأول المرتقب هو امتحان صلابة إرادة هذه الإدارة. وإذا بقية المراقبين اكتشفوا أن لا، في نهاية الأمر يمكن يعني لف ودوران وإضاعة وقت، أنا أعتقد مهما قيل عن الجو وعن الرؤية، من الناحية العملية سيصعب تنفيذ الخطة الموضوعة. فالامتحان الحقيقي مرة أخرى، الملك عبد الله يتحدث عن رؤية جديدة وفرصة جديدة، الكل يجمع عليها، هناك فرصة ورؤية جديدة. طب يتحدث بناء معلومات قد تكون لديه عبر لقائه من الرئيس أوباما. أنا أعتقد
متى ما تبدأ لحظة الحقيقة لهذه الإدارة وتتعرض إلى دخول ضغوط داخل أمريكا، ضغوط خارج أمريكا من قبل لاعبين آخرين في المنطقة، حين ذاك ستكون لحظة الحقيقة إلى أي درجة هذه الإدارة قوية وقادرة على أن تفعل ما تريد أن تفعله. ميلتون كان لديك تعليق. عفوا. Yeah, I have a comment with the fact that first of all, I think Scott أولاً أعتقد أن سكوت passed over rather quickly تفادى بسرعة فكرة أننا أعطينا موضوع غزة وصواريخ بين إعطاء الصواريخ وإعطاء غزة وصواريخ كان هناك حصار. إذن الصواريخ هي كانت ردا على ما فعلته إسرائيل وليس ردا على عودة غزة. ولكن دعوني أنتقل لنقطة أخرى. نحن جميعا واجهنا أهداف واضحة، وهي أنه بسبب كل رئيس أمريكي منذ جيمي كارتر ترك منصبه، منذ أن ترك، الإسرائيليون ملأوا الضفة الغربية بالمستوطنات. أثناء جيمي كارتر كان هناك 20,000 مستوطن، الآن هناك ما لا يقل عن 280,000 مستوطن في الضفة الغربية. إذن هناك نصف مليون شخص تقريبا في تلك المنطقة. الأمر يختلف عن غزة حيث كان هناك ربما 6,000 أو 8,000 مستوطن فقط، وكما تتذكر كان هناك مسرحية كبيرة لإزالة هؤلاء. كيف سنزيل 250,000 أو 300,000 مستوطن من الضفة الغربية؟ هذا يتطلب من إدارة أوباما ومن هو مسؤول عن المفاوضات أن يأتي بخطة صعبة جدا. كيف يمكن تحريك هؤلاء الناس؟ ما هي الأموال التي نحتاج إليها؟ هؤلاء الناس لديهم معتقدات دينية مرتبطة بالأراضي. الأمر لا يتعلق بما قال جورج بوش في أنابوليس أننا أؤيد حل الدولتين وبعد ذلك لم يفعل أي شيء. حل الدولتين يتطلب الكثير من التطبيق. مضطر للمقاطعة، ننتقل إلى استراحة، نعود بعدها لمتابعة هذا الملف وسوف ننتقل إلى زيارته. مجدداً إلى الجهات الأربع، وقبل الدخول في الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي أوباما إلى القاهرة، أريد من إدمون نقطة في المحور السابق، هي البيان الرئاسي الذي صدر عن مجلس الأمن مؤخراً. وصفه بعض المراقبون أو المعلقون حقيقة أنه أعطى حق التدخل الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بمعنى أنه الإدارة الأمريكية وفي بداية عادة وافقت هذه المرة على إشراك مجلس الأمن الدولي بحل أزمة الشرق الأوسط بهذا الشكل. هل لديك من تعليق على هذه النقطة قبل الدخول فعلا أولا هذه نقطة مهمة جدا، لأن مجرد عقد مثل هذا الاجتماع وجاء بناء على طلب روسي. نعم. لأن روسيا هي كانت رئيس مجلس الأمن، ومشاركة موافقة الولايات المتحدة على المشاركة مهمة جدا، ولكن ربما قد يكون من الأهم من ذلك هو ما قالته سوزان رايس السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، عندما ذكرت بأن الولايات المتحدة تريد فعلا تطبيق حل الدولتين، وقالت بأن مصلحتنا ليست في عملية مماطلة، عملية تسويف، عملية تأخير، عملية تأجيل، إنما نريد أن تؤدي هذه الاتصالات المباحثات كلها إلى إقامة حل الدولتين. وقالت أنه يجب على إسرائيل، وهذه برأيي مهمة، قالت أنه يجب على إسرائيل تغيير سياساتها الانفرادية المتعلقة إن كان ذلك بالجدار أو باستمرار النشاطات الاستيطانية أو بالنسبة لموضوع المعابر. هذه كلها مؤشرات مهمة إذا كانت الإدارة تعنيها، وإذا كانت لا تعنيها فإن هذا سيثير أسئلة مجددا حول مدى مصداقية
هذه الإدارة ومدى قدرتها على متابعة السياسات التي ستعلن عنها، خاصة وأتفق مع ما قاله ميلتون قبل لحظة أنه بالنسبة لموضوع خاصة مستقبل المستوطنات، لأنه إذا كانت، لا أتذكر ما هو الرقم، هل كان 6 مليارات دولار كلفة إخراج المستوطنين من غزة أم 8 مليارات دولار، لست متأكدا من ذلك، ولكن ما هو الثمن، ما الثمن المادي، انسى عن الثمن السياسي، الثمن المادي لإخراج إما 250 ألف أو 300 ألف أو أكثر من ذلك من المستوطنات، هذا وخاصة في هذه المرحلة التي تواجه فيها الولايات المتحدة والعالم مشكلة اقتصادية كبيرة. سكوت لديه سؤال أو إذا كان هناك إرادة يمكن أن يكون هناك سبيل، المجتمع الدولي سيدفع أي ثمن إذا كان هناك اتفاق من ناحية التعويضات لحق العودة أو إخراج المستوطنين، ولكن القلق الذي لدي هو أن أنت على صواب، كانت هذه إشارة كبيرة من قبل سوزان رايس فيما يتعلق باستعداد الإدارة. عندما كان هناك مسؤول وزارة خارجية مسؤول عن حد من انتشار، عندما ذكر أن إسرائيل ينبغي أن تنضم إلى هذه المعاهدة، هذه كانت أيضا إشارة أخرى. يبدو لي أن إدارة أوباما تحاول أن تحدد موقفها، لأن هناك توقعات بأن الإدارة ستضع ضغوط على إسرائيل. السؤال هو ما هو السياق وما الذي ستطلبه من إسرائيل؟ أنت على صواب، مع ضعف نتنياهو أعتقد السؤال هو هل من مصلحة إسرائيل، أو هل تشعر بإسرائيل من مصلحتها حل الدولتين؟ نحن ندخل الأراضي غير معروفة، أمور غير مسبوقة من ناحية اللهجة التي تستخدمها هذه الإدارة مع إسرائيل. بالنسبة للبدائل وما بالنسبة لإسرائيل، أحد الأمور الإيجابية قد تكون هو أن بعض الإسرائيليين بدأوا يشعروا، وبعض الأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة، بأن البدائل خطرة بالنسبة لإسرائيل، أن الاستمرار الوضع الحالي يشكل خطرا مستقبليا على إسرائيل. فما هي البدائل؟ إما سياسة أبارتايد على الفلسطينيين أو طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية، وهذا طبعا له مشاكله، أو حل الدولتين، دولة ديمقراطية للشعبين، وكل هذه الأمور إسرائيل غير مستعدة لها حاليا. ليت ننتقل إلى معك إلى المحور الثاني، هو الإعلان عن زيارة الرئيس الأمريكي إلى القاهرة. أول شيء أعلن عن زيارة قبل زيارة الرئيس مبارك، إلى يعني ما هي الدلالات أو كيف تقرأ هذا الإعلان؟ طبعا كثير، أولا هذا إعلان مهم، يعني أيضا يشكل لنقل علامة مهمة أو مفرق طريق مهم قرار اتخذته الإدارة أوباما، هو أيضا فيه تميز جدا واضح عن موقفه من إدارة بوش. إدارة بوش في علاقتها مع مصر كانت شيء، وهذه الإدارة يبدو أنها تقول تريد تطوي صفحة وتبدأ صفحة جديدة. طبعا أيضا قرار أن الرئيس أوباما سيلقي خطابة للعالم الإسلامي من مصر أيضا كان مفاجئا للكثيرين، كانوا يتوقعوا طبعا تركيا، كان يتوقع البعض إندونيسيا، لم يكن أحد يتوقع مصر. كل المؤشرات، أنا استغربت في الواقع من هذا القرار أيضا، إنه مصر الدولة العربية الأكبر. نعم، ولكن آخذين بنظر الاعتبار مجموعة مسائل، كان الكل يقول أن الخطاب هذا لن يأتي من مصر. لماذا إذن مصر برأيك؟ قراءتي الدلالة السياسية كبيرة. الدلالة السياسية أن أمريكا إدارة أوباما تريد لمصر أن تلعب دور أكبر في المنطقة، وأنا أعتقد هذا قدم مسبقا، ليس فقط على موضوع فلسطين، وهو بدون شك مصر ستلعب دور في موضوع التسوية، دور أكبر لنقل، لكن أيضا على مستوى موضوع بقية مشاكل الشرق الأوسط، موضوع يمكن العراق، موضوع إيران، الاعتماد على مصر سيكون بدرجة أعلى، وأعتقد هذه مؤشر تقوي النظام، تعطيه جرعة قوة للنظام، أم ممكن أن تكون لها انعكاسات داخلية مسيئة للنظام المصري؟ طبعا النظام المصري مشاكله كثيرة، يعني مشاكل الدستورية كثيرة، هو من يمكن أكثر دساتير العالم فيها ديكتاتورية،
يعني السلطات المنحصرة في شخص الرئيس لا يكاد يكون لها نظير في العالم. النظام أيضا هذا يعني الرئيس بعمره الطويل هو مقبل على مرحلة انتقالية والكل يتكهن عن مستقبل هذه المرحلة الانتقالية. في حركات حقيقية ضاغطة داخل مصر باتجاه احتياجات رئيسية في انسى موضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان لما تحدث عن، ولكن مطالب حقيقية عمالية، مطالب الناس في أرزاقها. مصر مقبلة على منعطف مهم. بس أنت تعتبر الزيارة تدعم نظام الرئيس مبارك؟ نعم. الرئيس تحديدا، لا أتحدث عن مصر بالمطلق، أتحدث عن الرئيس مبارك. هو أنا أعتقد هي تدعم بدون شك مصر وتدعم النظام الموجود في مصر. يعني سكوت تفضل. هذه أول سيكون أول خطاب سأعطيه رئيس أوباما أمام دولة غير ديمقراطية لأول مرة، فمن المثير كيف سيتعامل مع هذا الأمر. أعتقد أن لا يقع على صواب. التفسير الوحيد لذهابه إلى مصر لإعطاء هذا الخطاب هو لتدعيم المقاربة الاستراتيجية للإدارة حول إيران وعملية السلام. هم يريدون من مصر أن تلعب دور أكبر، وهذا يعني أن إدارة أوباما لما يذهب الرئيس إلى هناك عليه أن يحتضن النظام هناك، أن يثني على النظام لمواجهة حماس وحزب الله ولمشاركة معه. أعتقد أن هذه سيرسل رسالة سيئة لكثير من الناس في العالم العربي الذين لا يؤمنون أن النظام المصري هو المستقبل. الناس الذين يتطلعون إلى التغيير السياسي وغيره. هل أستطيع أن أفهم منك أن الولايات المتحدة نسيت موضوع نشر الديمقراطية بالنسبة لمصر أو لغير مصر؟ هل استمعت هذه الإدارة تستخدم كلمة ديمقراطية أو أي مسؤول استخدم كلمة ديمقراطية؟ أعتقد نعم. هذا جزء من تركة إدارة بوش التي تم تخلى عنها. وأنا أفهم تغير اللهجة والخطاب وتغيير التشديد على أمور معينة، ولكن يعتمد الأمر على أين سيتحدث. إذا تحدث في الأزهر سيختلف الأمر إذا تحدث أمام مكتبة الأسكندرية. كوندوليسا رايس في الجامعة الأمريكية في القاهرة تحدثت. الإشارة مهمة. ما الذي سيقوله الرئيس؟ ما هو السياق الخاص بالخطاب؟ ولمن سيتحدث؟ هل سيتحدث للمصريين العرب أم للعالم العربي؟ لمن سيتحدث؟ ميلتون، توقيت الزيارة، يعني الزيارة قيل أنها في 4 يونيو حزيران القادم، بمعنى قبل أيام من انتخابات لبنان وقبل أيام من الانتخابات في إيران. هل لتوقيت الزيارة من دلالة معينة برأيك؟ Well, I think all of these things. أن كل هذه الأمور لديها دلالات كما ذكر سكوت وهو على صواب. هناك اختلاف في اللهجة وهذا أمر مهم. لن أكون متشائم في هذا الأمر. أعتقد أن أوباما لديه ناس حوله يفهمون الأمر، والأهم من ذلك هو ما سيحاول توصيله. هو قال أنه سيتحدث أمام دولة إسلامية، وأعتقد أنه أوفى بهذا الوعد من خلال الحديث في أنقرة أمام الأتراك. الآن يأخذ خطوة إضافية، وأعتقد أنه يقول أنه من خلال وجوده هناك أن أيام كانت التي كانت تنظر فيها الأمريكا لأن عدوة العرب انتهت. نحن هنا اليوم لنقول أننا نعني ما نقوله عندما نقول نحن أصدقاء العرب. كان من ممكن يتحدث في بيروت أو دمشق أو بغداد أو في عمان، ولكن له اختار القاهرة للحديث منها. أما أين سيتحدث في القاهرة، هذا أمر صحيح. شيخ الأزهر دعا الرئيس أوباما لأن يلقي كلمته من الأزهر. يعني لا أدري إذا كان سيلبي هذا. أعتقد هذا سيكون أمر جيد. في نقطة أيضا، إذا تحدث من الجامعة الأمريكية ربما هذا سيكون رسالة خاطئة لأنه سيمثل امتداد للإمبريالية. أعتقد لماذا لا يتحدث من البرلمان أو ما يسمى البرلمان في مصر؟ أعتقد أن الرسالة هي أننا
نحن لا ينبغي النظر إلينا على أننا الكلب الذي يحرك ذيله لإسرائيل. نحن ننهي العداوة تجاه العالم العربي، والآن نحن نتجه إلى الاحتضان الشعب العربي كناس يمكن احترامهم حول العالم. أعتقد أن هذه هي الرسالة التي يريد توصلها. أدوان، ألا تخشى الولايات المتحدة أن تفسر الزيارة إلى مصر وألقاء الخطاب من القاهرة بالذات أو من مصر نوع من دعم لمحور سياسي معين على محور سياسي آخر؟ بالتأكيد هذا طبعا من بين المواضيع التي أثيرت حتى على الأقل من خلال إذا قرأنا ما تكتبه بعض وسائل الإعلام في المنطقة، يعني فهذا هو أحد الأمور. ولكن أعتقد أن الإدارة قررت اختيار مصر لعدة أسباب، للأسباب كل الأسباب التي سمعناها، ومن بينها طبعا يجب الإضافة المركزية في مصر. مصر هي أكبر دولة عربية، مصر هي أيضا الدولة التي عملت السلام مع إسرائيل، مصر هي حليفة استراتيجية للولايات المتحدة، مصر لها هي تمثل ثقل عربي وإسلامي. وأعتقد أن الزيارة ليست فقط لمخاطبة الرأي العام العربي، بل هي أيضا لمخاطبة الرأي العام الإسلامي ككل، على الرغم من أن جزء، أعتقد ما قاله ميلتون هو صحيح جدا، أن الرسالة وأن أمريكا وهذا ما ذكره في تركيا ليست عدوا للإسلام وللمسلمين، وأمريكا ليست عدوا أيضا للعرب. ولكن طبعا حتى أيضا بالنسبة لموضوع الديمقراطية والإدارة قد تكون محرجة إلى حد ما. فعندما أثير الموضوع بالنسبة لموضوع الديمقراطية، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة بأننا سنثير موضوع الديمقراطية وموضوع حقوق الإنسان في الكلمة التي سيتحدث فيها الرئيس في مصر. إذن في سؤال لأنه الوقت يداهمني، لأي مدى مصر تستطيع أن تساعد الرئيس أوباما في تحقيق رؤيته بالنسبة لأزمات المنطقة؟ لأي مدى؟ أعتقد مصر بمشاكلها كما قال لايت. أعتقد أن مصر لديها أمريكا، وما قاله لايت صحيح إلى حد كبير، فأن مصر تواجه الكثير من التحديات، التحديات الداخلية، هناك حتى معارضة شعبية قوية لعملية السلام مع إسرائيل إلى حد كعملية التطبيع، هناك على الأقل ما يعرف بأنه حرب أو سلام فاتر أو بارد إلى حد كبير، كما أن هناك تعاطف كثير مع الفلسطينيين، وكانت هناك معارضة لسياسة الحكومة بالنسبة لغزة وقضايا أخرى. إذن هناك تحديات، ولكن مصر لا تزال دولة كبرى ومن أكبر الدول العربية. وأنت لا تتحدث هنا فقط عن مصر، تتحدث أيضا عن حلفاء مصر. مصر وحلفاء. سكوت، سأعود إليك إنما بعد الفاصل الأخير. أعزائي المشاهدين، نعود لمتابعة الجهات الأربع، فابقوا معنا. الجزء الأخير من الجهات الأربع، وسوف نتناول الاجتماعات والزيارات واللقاءات التي يعقدها العاهل الأردني عبد الله الثاني من واشنطن إلى دمشق إلى لقائه بنتنياهو في الأردن. إنما سكوت، كان لديك تعليق على ما ذكره إدمون قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة. Yeah, very briefly. I just think this بشكل موجز، هذا الخطاب الذي سيعطيه الرئيس في مصر سيكون لحظة فارقة. هذه هي اللحظة الفارقة، لحظة الحقيقة، لأن كل هذه الاجتماعات التي جرت حتى الآن ستحدد ما يحدث في المستقبل. أنت تحدثت عن الانتخابات اللبنانية بعد أيام من تلك الخطاب ومن ذلك الخطاب، وأيضا الانتخابات الإيرانية. إذن سيتم الإعلان عن خطط الإدارة في هذا الخطاب ضمن سياق هذا الخطاب، فبالتالي ستكون هذه هي اللحظة الفارقة. أبقى معك سكوت. بالنسبة للحركة التي يقوم بها العاهل الأردني من واشنطن دمشق إلى لقائه بنتنياهو مؤخرا في عمان، هل ينقل أفكار جديدة بالنسبة لمبادرة السلام العربية؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية حسب ما ذكر أو ما هو قال للتايمز، ينقل أفكار أمريكية جديدة. All I
لم أتحدث مع أحد يعلم على وجه اليقين. ما رأيته هو رد فعل من المتحدثين الإسرائيليين الذين قالوا أنه لا توجد أفكار جديدة. نتنياهو قال أنه كان هناك اجتماع جيد مع الملك، والملك طلب منه قبول حل الدولتين. أعتقد بالنسبة لنتنياهو التحدي هو ما الذي سيجلبه معه عندما يأتي إلى واشنطن، بعد على ضوء ما ناقشناه من الإشارات التي ترسلها الإدارة إلى إسرائيل. الشيء الذي سيمكن أن يتخلى عنه ربما هو ما تحدثنا عنه، حل الدولتين، بمعنى أن سيعطي ذلك الرئيس شيء يمكن أن يدعي أنه قد حقق نجاحا فيه. فلا أعرف، هناك الكثير من الأمور الصغيرة التي نستمع إليها فيما يتعلق بالأفكار الجديدة، وأنا متأكد أن ذلك سيؤدي إلى استراتيجية كبرى سنستمع عنها، ولكن الآن لا أرى ما هذه الاستراتيجية فيما عدا حل الدولتين وفيما عدا خارطة الطريق أو أي شيء جرى حتى الآن. لم أرى أي شيء دراماتيكي فيما عدا تغيير اللهجة. لديك معلومات حول الكلام حول تعديل مبادرة السلام العربية؟ يعني يقال أنه العاهل الأردني يتحدث عن قد تكون آلية جديدة أو أفكار جديدة ضمن مبادرة السلام العربية يسعى إلى ترويجها أو نقلها بين الأطراف المعنية. أنا يعني مع الاحترام الشديد قراءتي يبدو أن مع التحرك مع الأجواء الجديدة للإدارة الأمريكية، إدارة أوباما، سوريا دورها ازداد وأصبح مهم، إيران دورها ازداد وأصبح مهم، مصر كما قلنا أصبح مهم، إسرائيل وضعها أصبح مهم، الأردن يبدو منسية ضمن هذه التحول اللي حاصل في المنطقة. ومن المنطقي الطبيعي أن يتحرك عبد الله يتحرك ليقول الأردن موجود، وهو أول من بادر وأكثر من يعمل بالاعتدال ويتحرك بين العواصم، حتى وإلا الأردن تختفي من المعادلة يعني أمام يعني كل يخشى الحركة. يخشى من نتنياهو بمعنى أن تعود فكرة الوطن البديل مجددا. وأيضا لا تنسى أن الأردن هو الطرف الأضعف في كل هذه الحلقات في المنطقة، فما لم يثبت نفسه دبلوماسيا وسياسيا الآن في هذه اللحظة الحرجة يعني يكون في الموقع الأضعف، يزداد ضعفا. فأنا أقرأ حركته في هذا السياق، لا أقلل من أهميتها، لكن لا أعتقد أنها ستكون زيارة سوريا. إلى ماذا تهدف زيارة سوريا مثلا، وأتت مباشرة بعد اللقاءات مع الأمريكيين؟ يعني الورقة العربية المطروحة في اللي ما يشير إلى في حل 57 دولة أنه الدول العربية والإسلامية تقبل فيه، وهذا الحل هو من زاويته ومن وجهة نظره يمثل فرصة مهمة. لا أحد يملك هذا الحل، يدفع هو باتجاهها وأعلن بشكل واضح هو بالكامل موقفه مع هذا الحل. أكثر من هذا لا أعتقد هناك يعني سقف تطلعات. لا أعتقد أن الأردن يخشى من التصريحات اللي ظهرت في إسرائيل عن أن على سبيل المثال اليمين المتطرف في إسرائيل يقول يجب أن تكون هناك دولة يهودية كاملة بدون حتى عرب 48 أو فلسطينيين 48. أنا لا أعتقد أحد يأخذ هذه التصريحات على محمل جد، لكن كما قلت أعتقد من الناحية الواقعية الأردن يريد أن يبقى في المعادلة، وإلا الحركة السياسية ستتجاوزها. ميلتون، كيف تقرأ حركة العاهل الأردني؟ المملكة الهاشمية دائما رقصت الأمام والخلف بين كل الدول العربية، لأنها لديها فهم وأمر لا تتفق معه إسرائيل، بمعنى أن الهاشميين دائما ينظر إليهم على أنهم مهتمون بالتوصل إلى سلام، ودائما يحاولون إنهاء العداوة بين العرب وبين العرب وإسرائيل. فهذا هو الدور الذي لعبه أب وجد الملك عبد الله، وهذا تقليد نبيل في رأيي، وكل ما يستطيع أن يفعله كوسيط أو كحكيم حتى يبقي الشرق الأوسط في حالة
برودة هو يرى أن ذلك يحقق مصلحة أسرته، وأعتقد أنه على صواب في ذلك. إضافة لذلك في قضية حذر، يعني لنأخذ الموضوع بشكل من زاوية أخرى، حذر أنه خلال 12 أو 18 شهر إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في المنطقة هناك حرب، وحرب تحدث فيها تخرج عن نطاق العالم العربي، تحدث عن حرب بين العرب أو المسلمين مع إسرائيل. أريد منك إضاءة هذه النقطة. فعلا هذه النقطة مهمة جدا، هناك مخاوف حقيقية من قبل عدد من القيادات العربية في المنطقة والإسلامية بأنه ما لم يكن هناك حل لهذا النزاع، فهذا النزاع لا يزال يمثل جوهر الصراعات في المنطقة، هو قلب كل الصراعات، على الرغم من وجود صراعات أخرى، على الرغم من وجود نزاعات أخرى، ملفات أخرى، ولكن هذا الصراع لا يزال يؤثر على الجميع. وأعتقد أننا بدأنا نرى، وهناك على الأقل نوع من التفاهم من الإدارة الأمريكية لذلك، كما أن هناك قلق أردني، لأن أي حرب جديدة قد تكون خطرة على الأردن وعلى المنطقة ككل. بالضبط، فالعاهل الأردني يعلم بأن هذا المؤمن من مصلحته التحرك. وأعتقد أن الرسالة التي حملها لم تكن فقط رسالة أردنية، أعتقد أن هذا جاء بعد نقاشه مع الرئيس أوباما من ناحية، وأيضا بعد تنسيقه ومناقشاته وحواره مع الدول، مع حلفاء الأردن من بين الدول العربية. في عندي نقطتين سكوت خارجة عن نطاق زيارات الحركة الأردنية، هي تجديد العقوبات الأمريكية على سوريا، هل تعني أن هناك تعثر في المفاوضات بين الأمريكيين والسوريين برأيك؟ أعتقد أن إدارة أوباما قرارها للتواصل مع السوريين وإرسال مبعوثين على مستوى عالي للحديث مع السوريين هو إشارة بأن الولايات المتحدة مستعدة أن تنخرط مع سوريا، والعكس. أعتقد أنه كان هناك أن الإدارة لم يكن من الممكن أن ترفع العقوبات في هذه اللحظة، وكان عليها أن تشير أنها لا يمكنها رفع هذه العقوبات الآن. كانت هذه عملية أوتوماتيكية روتينية، وهذا يشير أيضا إلى مركز الثقل الآن. الثقل الآن مع إيران ومع عملية السلام، وليس بالضرورة مع سوريا، وهم لا يريدون أن يعطوا نتنياهو أمرا بحيث يتحرك مع السوريين أكثر من الفلسطينيين. معي دقيقة أو أقل من دقيقة، ميلتون تفضل. سأقول أمر، أنا أتفق بأن هناك جانب خلافي فيما يتعلق بالسلام مع سوريا، ولكنني أنا أيضا أعتقد أن نتنياهو ستفق معك يا أدوارد بأن القضية المركزية بغض النظر عن أي شيء يبقى إسرائيل وفلسطين، ونتنياهو يحاول بقوة أن يقنع بقية العالم أن القضية الحقيقية هي إيران، وهذا أمر سخيف. عليك أن تعترف أنه يحاول، ولكنه لا يقنع أي أحد حول العالم. شكرا ميلتون فيوست، ليث كوبا وسكوت كاربنتر وإدموند غريب. أعزائي المشاهدين، نشكر حسن متابعتكم هذه الحلقة من الجهات الأربع، على أمل أن نلتقي معا في حلقة جديدة الأسبوع القادم. تصبحون على خير.